صناديق الاقتراع تغلق الأبواب بعد أن حيرت أولي الألباب، إنها من أعمال يوم الحساب. العصائب وسرايا السلام بالرصاص يتبادلان الاتهام، منبئين بأحداث قادم الأيام، إنهم نقمة على الأنام. المقاطعون في حشد جمعهم ينجحون، وعن صناديق الاقتراع يمتنعون، إنها أفعال التشرينيون. نتائج الانتخابات ترعب أفكار الزعامات، أدخلتهم في أصعب المتاهات بين مودع للمناصب ومتشبث بآمال الاتفاقات.